عن بحيرة المنزلة، تذكرت دراسة بيئية مهمة جدا، يمكن اللافت للنظر أنه من أهم المميزات اللي تتميز بيها المشروعات القومية اللي بتقام الآن في مصر هو حاجتين: التكامل أولا ما بين الجهات المختلفة، تاني حاجة الدراسة العميقة لكل التأثيرات. وبالفعل احنا عندنا دراسة بيئية هامة بتتكلم عن بحيرة المنزلة وأهمية الحفاظ حتى على التوازن البيئي، فاحنا بنتكلم هنا عن مشروع فعلا ضخم له أهمية اقتصادية صحية حتى للمواطن المصري، فلو تتفق طبعا مع هذه يعني مع وجهة النظر هذه. لا طبعا احنا يعني هو مشروع بيئي وفي نفس الوقت مشروع اقتصادي، لان احنا بنحافظ على البيئة لما يبقى فيه نوعية مياه جيدة، وفي نفس الوقت يعني موضوع اقتصادي لان احنا بنوسع البحيره وبنزيد من الثروه السمكيه مره اخرى، يعني كان 50% من الثروه السمكيه في مصر من هذه البحيره، لما ساءت البحيره في السنوات الاخيره والمساحه تقلصت الى حوالي 15% من مساحتها الاصليه، طبعا الانتاج قل والنوعيه رديئه، وبالتالي الان يبقى اذا هو مشروع مش بس مشروع بيئي، لا هو مشروع اقتصادي، والاهم من كده من هذا كله ان احنا ادخلنا مياه لسينا للتعمير في سيناء، لان اهلنا في سيناء الان ممكن بيشربوا من مياه النيل زيهم زي بقيه المصريين اللي موجودين في يعني غرب قناه السويس، فبالتالي ده بيزيد الترابط ما بين اهلنا في سيناء وبقيه الشعب المصري، لان كلنا نسيج واحد، حتى مياه النيل بتصل حتى من عند الاسماعيليه من صحاره سرابيوم في جزء من المياه، وشفنا كمان محطه العام الماضي محطه المحسمه برضه تم افتتاحها، ودي بتوصل لسينا حوالي 3 مليار متر مكعب سنويا، وبتستغل في زراعه حوالي 30 ألف فدان، اذا هناك مياه بتصل الى سينا من عند الاسماعيليه، ومياه ايضا بتصل الى سينا من انفاق بورسعيد او من الصحارات الموجوده في بورسعيد. يمكن الرئيس قال وحتى المعنيين بملف المياه قالوا ان مصر هتكون الاولى في ملف اعاده استخدام المياه مره تانيه من خلال المشاريع القوميه زي تبطين الترع واستخدام برضو احدث الاساليب في الزراعه وايضا معالجه المياه. اهميه هذه المشاريع اللي احنا قمنا بها الفتره الاخيره للحفاظ على كل نقطه ميه، وبرضو يعني مش بس للزراعه اللي هي تحلية مياه البحار، يعني كل هذه المشاريع أهميتها إيه؟ لا احنا اولا احنا عندنا 67 مصرف زراعي، وده يعني شبكه ري على مستوى العالم يمكن هي الاكبر على مستوى العالم، حوالي 30 ألف كيلو متر قنوات للري، واضافه الى حوالي 20 ألف كيلو متر قنوات صرف زراعي. الحقيقه ال 67 مصرف كان بعضهم بيصب في النيل مباشره او في بعض الترع، وبالتالي هذه المياه بتبقى مياه ضاره. الان احنا بنعالج هذه المياه سواء كان اذا صبت في النيل زي مصرف السيل في اسوان اللي سياده الرئيس زاره قريبا، هذا المصرف كان بيصب في النيل بملوثاته، الان في محطات معالجه لهذه المياه بحيث انها لما تصب في النيل بيكون مياه الى حد ما جيده، وبالتالي ما بقاش في مشاكل. فاذا هذه المصارف يتم معالجتها اذا كانت هتصب في النيل تبقى مياه جيده او اعاده استخدامها في الزراعه مره ثانيه. المحطات للتحليه بقى، محطات تحليه مياه البحر ضروريه مع التوسع العمراني، احنا عندنا المدن الموجوده على ساحل البحر الاحمر وداخل سيناء سواء في شمال سيناء وجنوب سيناء، وعندنا في الساحل الشمالي وخصوصا في منطقه مرسى مطروح، هذه المناطق تبعد عن نهر النيل والمياه فيها محدوده للغايه، مياه الامطار ضعيفه، وبالتالي كان واجب علينا ان احنا نعمل تحليه لمياه البحر، وبنطور التكنولوجي، والان عندنا يعني الهيئه العربيه للتصنيع لما تصنع مستلزمات هذه المحطات يبقى تكلفه تحليه المياه تقل. طبعا اهتمام كبير من القياده السياسيه بنتابعه لملف تحليه المياه خلال الفتره الاخيره. شكرا لك دكتور عباس شراقي استاذ الجيولوجيا والموارد المائيه جامعه القاهره، بشكرك على وجودك معنا.